قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حركة فتح لن تشهد انشقاقات داخلية. وفي مؤتمر صحفي أشار إلى أن من حق أي من أعضاء فتح إبداء اعتراضاته على نتائج الانتخابات الداخلية للحركة. وكان عباس يعلق على انتقادات وجهها القيادي في فتح أحمد قريع بعد أن أخفق في الحفاظ على منصبه في اللجنة المركزية. فتح لا يمكن أن تشهد انشقاقا، وأبو علاء بالذات لا يمكن أن يفكر بهذا. وإذا كان يعني أنا لم أقرأ بيان خطابه أو حديثه بعد، ولكن إذا أبدى بعض الملاحظات فمن حقه أن يبدي أي ملاحظة يريد. نحن مارسنا الديمقراطية بكل أشكالها وبكل ألوانها، ولذلك من حقه أن يقول ما يريد، ونحن علينا أن نسمع وأن نتجاوب لما يريد أبو علاء وغيره كما ذكرت الأسماء هنا. وأنا اختصر